يوم جديد فلوق جديد. والسلام عليكم جميعا، صباح الخير. حاولنا نرفع فلوق امس لكن للاسف ما قدرنا نرفعه من الغرفه، فحاليا ان شاء الله راح ننزل تحت ونرفعه. جوعان؟ مره. طيب تعال. No. كاتب جيسوس كومينج باك، قصد عيسى عليه السلام راجع. طيب يا جماعة للأسف كلمناهم وما قدرنا نرفع فلوق، لكن إن شاء الله راح نلقى حل لهذه المشكلة. شكرا محمد، هذا تصوير فلوق مع إخواني. فحاليا جينا عند صبويه ونفطر هنا، وبعدها بنرجع نشوف طريقة نرفع فيها فلوق. هذا مطعم أمس تنور، تبغى تروح مرة ثانية؟ لا. شو الحركات هذه في السيارة؟ تشجع. والله على أفوكادو صفينا. إزاي شو تاخذ؟ تونة. اخذنا الطلبات وعلى الفندق رحنا ناكل هناك ان شاء الله. هزاع سمرت من كثر ما تسبح. اي والله. باب الامل على طول، كل واحد اخذ الايباد وشغل شيء وجهز معه السندويشه. يا بالعافيه يا هزاع. زي ما نقول دائما الحمد لله لكل مشكله حل، والحل اللي حصلناه شبكنا اللابتوب على نت الجوال والحمد لله اكتمل التحميل خلال 20 دقيقه. الحين نقدر نرفع الفلوق واحنا مرتاحين، نسوي اللي نقدر عليه. نقول بسم الله نرفع الفلوق. بعدها ناخذ الرابط ونحطه في تويتر ونشوفوا اصحاب ثنيان. حاليا هنا الساعه 4 العصر و10 دقائق، يعني في السعوديه الساعه 2 الفجر، وبعد 5 دقائق بالضبط نشوف بالفجر اكثر من 100 رتويت واكثر من 100 لايك. وحبيبنا بدر عثمان يقول واصل يا ثنيان الفنان. شكرا لك بدر، وعبد الرحمن، ابو عابد، جوكر، صراحه شكرا لكم جميعا. الله الله يا اصحاب ثنيان، شكرا من قلب الله. كذا ناخذ الكاميرا وعلى طول فلوق ثاني. يلا محمد جاهز؟ يلا هزاع نشوف ايش يسوي. هزاع يلا بنطلع. طيب ايش قاعد تسوي؟ سبونج بوب. يا الله انت سبونج بوب، يلا تعال. الحمد لله بعد ما رفعنا فلوق حاليا طلعين. لما طلعنا حاليا بنروح المكان الا محمد يقول انه يعاني من حرقات. اشوف محمد لانه طلع يسبح بدون ما يحط كريمات ولا شيء في الظهر. هذه الصدريه قالوا له تعال انقسم 19. هذا اللي بتاخذه؟ ايه. ما تشوف شر محمد؟ الشر ما يجيك. يلا تعال. شفت يا هزاع ايش صار في محمد؟ لازم تنتبه وانت تسبح، لا تسبح بالظهر. وصلنا عند ديزني لاند، لكن المكان اللي راح ندخله مقابله على طول. يقول محمد ان هذا المكان افضل. طبعا اول شيء هنا يتم تفتيش الشنط. وبعدها يفتشونك انت، كانك داخل مطار. والله شيء كويس، يخافون على سلامة الجميع. طيب بعد ما خلصنا تفتيش وكل شيء، محمد كيف عرفت ان هذا المكان بطل؟ سألت واحد. حلو، سألت واحد وقال لك. كويس، هذه المصادر اللي تساعد. طيب ايش الفرق هذا المكان عند ديزني لاند؟ ديزني لاند حق الاطفال، هذا حق يعني شوي كبار. حلو يا كبير، الله عليك. وهذه الخريطة. والله المكان جدا كبير ما شاء الله تبارك الله. يقول هذه بنركبها. مستعد هزاع؟ لا. ليش؟ خايف. تعال نشوف. المكان اللي هنا اخف من ديزني لاند بالنسبة للزحمة، واغلب الموجودين هنا كبار. الحمد لله الاجواء مغيمة اليوم والسماء زرقاء. امزح. حاطين خشب بس. حتى هنا بعد اشخاص حيزين اماكن. محمد جاي هنا يشتري له ماي، كم سعر الماي؟ 4 دولار و24 سنت. الخطة فاللي بيجي هنا جيب معك ماي. والله يا زاع شوف اللعبة هذه. والله جالسين يروحون يمين ويسار. شوف القروش اللي هنا. ناخذهم وندفع ايجار شقة. عجبتك؟ اي. حلو. حلو حلو. احد غير رأيه؟ لا. انت محمد؟ يلا خلنا نركب. يلا شوف اذا هزاع يقدر يدخل ولا هزاع يقدر يدخل. هزاع يقدر يلعب. حلو هزاع، يلا تعال. يلا تعال. طبعا شوفوا هنا الطابور والزحمه، الاحسن انك تاخذ لك بطاقات VIP يدخلونك اسرع بدل ما قاعد تنتظر 45 دقيقه. شيء غريب، رحنا نعطيهم البطاقات قالوا لا لازم تجون عند هذه الماكينه بيطلع لك تيكت تاخذه وتروح تعطيه. نقول بسم الله. حلو. يقول تعالوا من بين 26 دقيقة إلى 27 دقيقة عشان ينظمون هذه الزحمة، وكل شخص له موعد. طيب نروح نسوي أشياء ثانية ونرجع بعدها إن شاء الله. حاليا إن شاء الله راح نركب هذه. هزاع مستعد؟ لا. ليش؟ هنا ما يعتبر زحمة بالنسبة لباقي الألعاب، كويس. ما زلنا في الطابور. Thank you and have a fun ride. يلا هزاع دورنا الجاي. كيف؟ شوية.
هذه البداية بس. هزا عادي ما تخوف. تروح يمين يسار بس. وصلنا القمة. لا لا خلاص. ليش الكبدة تكلف نيان؟ والله اشتغلت عليه. والله بدأت تخوف اكثر واكثر واكثر. نيان ليش الكبدة تلعب ومشارحي؟ We're never gonna stop. اللعبة تدوخ. والله تدوخ يا جماعة. هزاع تبغى تركب مرة ثانية؟ عجبتك؟ شوفوا كل هذا الطبور. هلا والله وصل القطار. خلاص هزاع انا وياك مع بعض محمد الحالة. وتبدا المغامرة يا هزاع. حلوين يا هزاع حلوين. الله. قطار موت ركبته صراحه شيء جميل. عجبتني الكراسي هنا كانها كراسي مخرج. الاجواء وتسمع الصراخ الكل يلعب والكل مبسوط صراحه اجواء جميله. هزاع شوف مين جاء. مرحبا ليان. هلا والله اشتقنا لك. ليان اي لعبه تبغى تلعبين؟ تبغى تلعبين هذه؟ يلا تعالي نلعبها. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونجرب. والله وباقي العاب كثير يعني حتى هذا المكان ما يكفي له يوم واحد. خلصت هزاع. فجأة طفوا كل الأنوار وبدأت النافورة كأنها نافورة دبي. الله الحركات. الحمد لله هنا ما نقدر نضيع ليان. هنوار الجزمة بكرامة تساعدنا. كذا يكون خلصنا وطالعين. صراحة يا ليان كان يوم جميل الحمد لله. حتى هنا الكل فارش وجالس. هنا ينتظرون الألعاب النارية. وبدأت الألعاب النارية. الله الحركات إن شاء الله تبارك الله. شكراً. قلت بجلس برتاح شوي الا اخذ لك قف وكذا اثنين اصحى الفجر. يا ساتر شو اللي صار؟ والله نمنا يا جماعه. المهم حاليا اخذنا معنا الشاحن وبنطلع فوق باذن الله بنروح النادي. وش دخل الشاحن الحين؟ هذا هو النادي طبعا فاضي ما في احد. بسم الله. الله 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 هنا يبدا تحدي 90 يوم. هذا المسبح اللي برا صورناه من قبل والجاكوزي هناك. الدنيا مظلمة. وهم شيء يشحن الشاحن اللي جبناه. حاليا جاء وقت الشروق واليوم في هواء زي ما تشوفون ما شاء الله. كذا الحمد لله يكون خلصنا تمارين. اخذنا الشاحن. شو احسن شيء بالفندق هذا انه في غرفه غسيل هنا. معك ملابس وسخه ولا شيء بس جيبها هنا ومالك دولارين. كذا هزاع باقي نايم.
حاليا ان شاء الله راح نسبح ونبدل وننزل تحت نفطر. طيب نيجي هنا مكان فطور. والله الامانه يا جماعه ما توقعت انه في زحمه. ونشوف الاشياء الموجوده. لحم كويس، الجهه الثانيه مليان. وكذا يكون شكل الفطور. نوعنا شوي، حاليا راح نسمي ان شاء الله وناكل. الحمد لله يا رب، كذا يكون خلصنا فطور. حاليا نرجع الغرفه. لما كان فطور بطل جدا جيد. طيب يا شباب، وكذا يكون وصلنا لنهايه الفلوق. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. اقرا كثير بالكومنتات، اثنين اشتقنا لفكتوريا، اشتقنا لباب الامل، اشتقنا للكرسي اللي يدور. ان شاء الله كلها يومين ونطلع من باب الامل باذن الله. فمن هنا راح ننهي الفلوق. يعطيكم الف عافيه على المشاهده مره ثانيه. وسؤال اليوم يقول: ايش اكثر مده جلست فيها مواصل؟ اكتب تحت الكومنتات راح نشوف ايش هي الاجوبه. كما كنت ثنيان خالد هزاع خالد، خليكم دائما متفائلين وايجابيين و السلام عليكم. مع السلامه. الكل يفرش ويروح. اذا ما عندك فرشه حط جاكيتك واغراضك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم هزه. لا انا متظبطه.